هذا يسأل عن أي كتاب أحسن في السيرة النبوية، أي كتاب أحسن في السيرة النبوية يقرأه طالب العلم. السيرة النبوية فيها كتب كثيرة ولله الحمد، مطولة ومختصرة. السيرة لابن هشام هذه مطولة، اختصرت في مختصرات، منها مختصر السيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ومنها مختصر السيرة للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، ومنها كتاب فقه السيرة، فقه السيرة للإمام ابن القيم في كتاب زاد المعاد، زاد المعاد في هدي خير العباد، هذا مختصر سيرة وبيان لفقه السيرة وما يستنبط ويستفاد منها. وهناك مختصرات كثيرة مثل مختصر السيرة للإمام الذهبي، مختصر السيرة للإمام ابن كثير، هناك مختصرات كثيرة وكلها ولله الحمد طيبة.